تختلف وجبات الناس وقت الإفطار، كل حد يأكل بطريقة معينة. سؤال مهم ويجب أن نتعلمه بطريقة صحيحة، كيف نفطر في رمضان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا شيئين، واحد أنك تبدأ بالتمر ومن ثم شرب الماء، وأيضا تعجيل الفطور. من المهم جدا ألا نؤخر الفطور ونساعد على انخفاض مستوى السكر وبالتالي نشعر بالهبوط. تعجيله مهم وهو أمر صحي، وأيضا البدء بتمرات قليلة وشرب الماء عشان تبدأ أو يبدأ الجهاز الهضمي بعمليات الهضم بطريقة سلسة ومريحة، ومن ثم نتوجه إلى صلاة المغرب، وبعد ذلك نعود لنكمل الفطور بطريقة بسيطة جدا. أيضا ما ننسى صحن السلطة اللي دائما ننساه، اللي هو يحتوي على المعادن والفيتامينات اللي نحتاجها بعد صيام يوم طويل. فكروا صح، فكروا بالصحة.